نحن شيوخ ووجهاء ومثقفي سنجار المجتمعين في مضيف سنجار في الموصل، نطالب بتنفيذ اتفاقية سنجار بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وبمباركة الأمم المتحدة، مع بيان أسباب عدم تنفيذ هذه الاتفاقية لحد الآن دون توضيح ذلك، ولا سيما قد مر عليها فترة زمنية طويلة مما أدى إلى قيام الجماعات المنفلتة بدخول دور العبادة، الجوامع والمساجد والكنائس، وتحويلها إلى حظائر للماشية، وهذا ما لا يقبله أي عراقي سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يزيديا، وكذلك ما أدى إلى بقاء أكثر من 80% من نازحي سنجار في المخيمات وخارج المخيمات، الذين اغتصبت أملاكهم سواء كانت دورا أو ممتلكات تجارية أو أراضي زراعية، وهذا أمام أنظار أعين الجهات الحكومية سواء المركزية أو المحلية، دون تحريك أي ساكن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وعليه نطالب من كل مسلمي العالم وأشراف العراق في كافة الديانات وجميع المذاهب الدينية بمد يد العون وإنقاذ دور العبادة من هذه الكارثة اللا إنسانية واللا أخلاقية، كما نطالب بعودة أهالي سنجار بجميع الطوائف والديانات وتذليل الصعوبات وبسط الأمن وأعمار المدينة والعيش الكريم لأهاليها دون تمييز مذهبي أو ديني، وفي حال عدم تنفيذ هذه الاتفاقية وإنقاذ دور العبادة ومساكن مواطني سنجار وعودة أهالي سنجار إليها، سيكون لنا موقف آخر برفع قضيتنا أمام المجتمع الإسلامي والدولي والمحاكم الدولية. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم من أن يدخلوها إلا خائفين لهم فيها في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم والله ولي التوفيق. شيوخ ووجهاء مثقفي سنجار، احنا كمواطنين طبعا حضرنا اليوم، صحيح يعني حتى تأكيد على اتفاقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، والسبب الأهم هو المنعطف الخطير بأن هناك تعدي على دور العبادة، وهذا ما لا يمكن لأي شخص أو أي إنسان أن يقبل مهما كان دينه أو مذهبه أو عقيدته. فما يدل على حضورنا اليوم هو توحد الآراء كمسلمين، ومع طبعا مع أخواننا اليزيدية اللي هم أكثر من 80% هم خارج سنجار ولم يرجعوا من المخيمات في هذه الظروف الصعبة، وخاصة في هذا البرد القارس، ومع ذلك لم يعودوا لأن هناك خلل في المدينة خصوصا في قصبة سنجار وما حول سنجار. فاليوم نطالب الجميع من هذا المنبر خصوصا الحكومة العراقية بتنفيذ بنود الاتفاقية حتى نرجع كمواطنين وكأهالي سنجار بسلام، لأن المواطن لا يريد غير الأمن والأمان والعيش الكريم، هذا ما يريد كل مواطن عادي. ونحن لا نتدخل في أي قوة أمنية، إذا كانت فقط ما نريده هو سيادة القانون وأن يكون هناك جهات أمنية رسمية.